يا رب الفيديو ده يوصل لناس كتير او اكتر ناس ممكنه. انا عارفه ان ثانويه عامه دلوقتي بيبقوا مسحوا اصلا السوشيال ميديا اللي عندهم وبيقفلوا الموبايلات وبيقفلوا النت، مش عايزين ان هم يتسحلوا في حاجه تانية غير المذاكره. فيا رب الفيديو ده يوصل للناس اللي في ثانويه عامه، عشان بجد عندي كلام مهم جدا عايزه اقوله لكم. فلو انتوا حتى مش في ثانويه عامه وتعرفوا حد في ثانويه عامه، ابعتوا له الفيديو ده، عشان بجد الكلام اللي انا هقوله مفيد جدا ليهم وهيغير جدا جدا في تفكيرهم قبل ما يكونوا داخلين على الامتحانات. اللي ما يعرفنيش، انا دكتورة اسنان متخرجة دلوقتي من الجامعة بقالي 4 سنين. فزي ما تقولوا كده انا جاية لكم المستقبل. انا عارفة ان الفترة دي للثانوية العامة بتكون اكتر فترة ستريسفل، مش قادرين، شايفين الدنيا سودة وشايفين ان الدنيا وحشة جدا. فعشان كده انا جاية اتكلم معاكم وعايزة اقول لكم كلام نفسي بجد ان انتوا تسمعوه في الفترة الاخيرة اللي هي بتكون فترة ستريسفل جدا وفترة متعبة عليكم. لو انتوا عمالين تبذلوا مجهود وتدوسوا على نفسكم وتضغطوا على نفسكم عشان تدخلوا طب او هندسة وانتوا مش عايزينها، سواء عشان اهلكم، الاهل هيتضايقوا مني جدا بسبب الفيديو ده، سواء عشان اهلكم او عشان المجتمع يتقال عليكم دكتور او مهندس، يا جماعه انا هتكلم معاكم في خبرتي كلها بعد التخرج من الطب ومن كل الناس اللي حواليا اللي دخلوا هندسه وكل الكليات اللي احنا بنتكلم فيها ونقول ان دي كليات القمه، وهقول لكم الصوره كامله فعلا في الحقيقه وعلى ارض الواقع عامله ازاي. كلامي ده والفيديو ده وكل كلمه جايه هي مش موجهه خالص للناس اللي بتحب المجالات دي وحابه ان هي تدخلها عشان هي عايزاها او هو ده حلم حياتها. انا بتكلم الناس اللي هي عايزه تجيب اعلى مجموع وخلاص عشان ادخل طب وهندسه. لكن لو انتوا بتحبوا الحاجه وعندكم شغف ليها وكل حلمكم في الحياه ان انتوا تدخلوها، انا بجد مبسوطه لكم وبجد بتمنى لكم كل خير، عشان مفيش حاجه في الدنيا احلى من ان انتوا تكونوا فعلا انتوا عارفين ايه وان انتوا تسعوا للهدف بتاعكم وفي الاخر توصلوا له. كلامي كله زي ما بقول لكم هو للناس اللي هي مش عارفه هي عايزه ايه، فبالتالي انا هبذل مجهود رهيب عشان ادخل طب او هندسه او كليه قمه وخلاص. تعالوا نبدا باهم حاجه. اول حاجه، انا عارفه بجد ان انتوا مضغوطين جدا وشايلين هم وحاسين ان دي اخر الدنيا، بس انا فعلا جايه لكم من المستقبل وبقول لكم جماعه الكليه مش اخر الدنيا خالص. مجموعكم اللي هتجيبوه في الثانويه العامه مش اخر الدنيا. انا لحد النهارده بعد 4 سنين تخرج من كليه طب اسنان اقدر اقول لكم ان انا لحد دلوقتي حاسه ان ام لوست، حاسه ان انا مش عارفه انا لسه عايزه ايه في حياتي. فلو انتوا حاسين بالاحساس ده وانتوا في ثانويه عامه، ده طبيعي جدا، وما تقلقوش وما تشيلوش هم او تحس ان انتوا كده غراب او تحس ان انتوا كده انتوا مستقبلكم هيضيع خالص. يا جماعه والله العظيم انتوا لسه قدامكم الحياه طويله جدا. حتى لو لا قدر الله خيشتوا في ثانويه عامه، مش اخر الدنيا بجد. عايزه اقول لكم اصلا ان دخولكم اي كليه هو مش ده معناه ان انتوا اتدبستوا في الكليه. يعني حتى لو جات لكم كليه انتوا مش حابينها بسبب مجموعكم او دخلتوا حاجه انتوا مش حابينها، ده مش اخر الدنيا خالص، وتقدروا ان انتوا تعيشوا حياتكم وتعملوا حاجات كتيره قوي انتوا بتحبوها، وتقدروا ان انتوا اصلا تغيروا كارير وتقدروا تاخدوا كورسز والناس تبقى متخرجه من حاجات وتشفت لحاجه ثانيه خالص. فما تفتكروش ان اختياركم للكليه ده اخر الدنيا. هل طبيعي ان انتوا تبقوا مش عارفين انتوا عايزين ايه؟ برده عادي جدا. انا واحده مجموعي دخلني طب اسنان ما كنتش عارفه ان هو ده اللي انا عايزاه، وانا كنت دايما بدعي ربنا واقول يا رب اللي فيه الخير انت حطني على الطريق ده ايا كان هو ايه. وانا داخله طب اسنان كنت متضايقه جدا وما كنتش عايزاها وما كنتش شايفه نفسي فيها، ولكن انا كنت موكله امري على ربنا وقايله يا رب شوف لي انت واختار لي الطريق الصح. انتوا لو سبتوا ربنا يختار لكم الطريق الصح هتبقوا فعلا في الطريق المناسب ليكم والخير ليكم، ودخولكم فيه حتى لو خرجتوا منه بعد كده ليتر اون هيبقى زود لكم حاجه وعمل حاجه في شخصيتكم. انا دايما اقول انا لو سبت طب اسنان النهارده واي سويتشت كارير تماما ورحت في حته ثانيه، 7 سنين اللي هم ال5 سنين بتوع الكليه سنه امتياز ودلوقتي انا في الماجستير، انا هقدر اقول لكم ان السنين دي غيرت فيا، السنين دي هي اللي عملت قلق، السنين دي هي اللي خلتني الشخص اللي انتم شايفينه دلوقتي. فما تشيلوش هم خالص، حتى لو انتم حاسين ان حواليكم بريشر صحابكم ان هم عارفين عايزين يدخلوا كليات ايه وعارفين هم عايزين يكملوا ايه وشايفين نفسهم وهم بيشتغلوا وي وي وكل الكلام ده، dont be affected by the pressure بتاع الناس اللي حواليك. اهم حته بقى في الفيديو وهي دي اللي انا حابه اتكلم فيها هي للاهل. ممكن اقول لكم ان فعلا افشل حاجه في الدنيا هو اختياركم الكليه ان انتم تدخلوا طب او هندسه عشان مجرد هي كليه قمه. عايزه اقول لكم ان الكليات دي صعبه جدا، البروسيس بتاعتها صعبه جدا. فلو انتم لو مش حابينها او مش هتبذلوا المجهود، اوعوا تدخلوا ده عشان مامتكم او باباكم اجبروكم على ده. اهلكم مش هما اللي هيدرسوا لكم، اهلكم مش هما اللي هيشغلوكم، اهلكم مش هما اللي كل يوم هينزلوا. انا حاسه ان انا بسخنكم على اهلكم، بس this is the truth اللي لازم ان انتم تسمعوه دلوقتي ولازم حد يوعيكم عليه. حتى لو انتم هتبقوا against them ده مش عقوق ليهم. افتكروا ان انتم اللي هتذاكروا في الكليه، افتكروا ان انتم اللي هتنزلوا كل يوم الشغل تبقوا مش طايقين نفسكم مجرد اهلكم قالوا لكم تدخلوا
الكلية الفلانية. فاوعوا يا جماعة تتأثروا بأهلكم ان هم بيجبروكوا على كلية معينة. لازم لازم وده واجب علينا وفرض علينا ان انتوا تسمعوا وجهة نظر اهلكم وتدرسوها كويس جدا. ولازم تعرفوا عشان طبعا هم عندهم خبرة اكتر مننا في الحياة، وطبعا هم عندهم نظرة هي مش عندنا، فاحنا لازم نسمع لهم. وده من الفروض علينا ودوت واجب علينا قدام ربنا ان انتوا تسمعوا لهم، تسمعوا هم بيقولوا لكم ايه، وتعرفوا فعلا هل اختيارهم ده مناسب ليكم ولا لا، وتجمعوا المعلومات دي كلها. بس هنا انا مش هقول لكم تدخلوا المعلومات من هنا وتخرجوها من الناحيه الثانيه، لا، انتوا بتاخدوا المعلومات دي بتعملوا يور اون ريسيرش، بتتفرجوا على فيديوز، بتفهموا المجال اكتر وتفهموا الدنيا اكتر فيها ايه. وبعدين في الاول وفي الاخر القرار ليكم مش لاهلكم. ما ينفعش ان انتوا تبنوا باقي حياتكم على قرار عشان ترضوا اهلكم ان هم ما يتضايقوش. تاني حاجه، لو نفسكم ان انتوا تدخلوا كليه حقوق، نفسكم تدخلوا ألسن، نفسكم تدخلوا اداب، تدخلوا تجاره، بلاش فكره لا دي كليه الناس الفاشله. اول حاجه، الكليات دي كلها جوكر، انتوا بتدخلوها تتخرجوا منها تقدروا تشتغلوا اي حاجه في الدنيا. عندكم الاوبشنز بتاعتها رهيبه، اعلام، كل ده. جماعه احنا عايشين في زمن البيزنس، بلاش فكره دي كليه الناس الفاشله فلا طبعا انا مش هدخل الكليه دي. ده اسوأ فكر ممكن تتعامل مع شخص بيه، عشان بجد الانسان اللي بيفكر في كده انا فعلا باشفق عليه. فكره التنسيق دي تعتبر هي مش موجوده غير هنا، اللي هو اللي ما جابش مجموع يدخل حقوق ويدخل تجاره. بره يا جماعه الكليات دي من احلى احلى واكبر الكليات، واصلا فيها شغل رهيب. فبلاش فكره ان الكليات الادبيه انت كده دي كليات الفاشله، لا طبعا. لو فكركم بالشكل ده يا جماعه فهموا الدنيا اكتر هي فيها ايه، وتفهموا الماركت بيتكلم في ايه، عشان بجد فعلا it is so pathetic ان حد يكون بيفكر بالطريقه دي. فاوعوا تفكروا ان انتوا لو ايه ده انا ما جبتش مجموعه وجبت مجموعه تجاره ولا معرفش، بالعكس you're the winner. كام حد بجد من صحابي اللي كانوا معايا في الكلية خلصنا اسنان وthey switched careers خالص للسيلز وللماركتنج. اوعوا يبقى عندكم فكرة بتاع شكل لو انا عايز اجيب مجموع عشان ما ادخلش كلية من كليات الناس بتاعت كليات الناس الفاشلة، لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. هتيجوا تسألوني وتقولوا لي طيب الاء هل فعلا دراستك طب اسنان ده فادتك او ورتت او فعلا الموضوع مستاهل؟ هقول لكم هنا اه، لو زي ما قلت لكم في اول الفيديو دي حاجه انتوا بتحبوها، لو دي حاجه انتوا بتحبوها طبعا جو فور ات، ابذلوا مجهود. بس يا جماعه الماركت متبهدل، الماركت اوفر ساتوريتد، الماركت بتاع الطب والهندسه فيري 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 فل، في الكاباسيتي بتاعته مش هقول لكم انها ما تستوعبش، لا طبعا تستوعب، ولكن يعني اللي بيحب ده مش حاجه تخليه ديبرست اكتر ان ايه ده الماركت ساتوريتد فانا مش هبقى مميز، ولكن it would take a lot of effort من الانسان عشان يبقى مميز في وسط الساتوريتد ماركت ده. That's why هنا انا بقول لازم تكونوا بتحبوها عشان تقدروا ان انتوا تجاروا الماركت اللي انتوا موجودين فيه. لازم تكونوا هتبذلوا مجهود اكسترا، يعني لو كان في الطبيعي الناس بتبذل مجهود مثلا 50-60%، انتوا دلوقتي محتاجين تبذلوا مجهود 90-100% عشان تبقوا مميزين في الماركت بسبب العدد الكبير. بس لازم زي ما قلت لكم حاجه بجد تكونوا انتوا بتحبوها، حاجه تكونوا انتوا مبسوطين بيها، حاجه انتوا عايزين تبذلوا فيها مجهود. اوعوا يا جماعه تدخلوا الكليات دي عشان بس مجرد المجتمع او اهلكم. هل فعلا الناس بتيجي لما بتشوفني بتقول، او حد مثلا يجي انتروديوس مي ويقول ايه مثلا الاء دكتوره اسنان، نظره المجتمع، مش هكذب برده عليكم واقول لكم كلام مش واقعي، الناس اه ايه ده بجد ما شاء الله وبينبهر بفكره الدكتوره، بس هل هو ده بس اللي انا عايزاه في الحياه؟ هل هي دي يا فرحتي مثلا الناس بتقول ايه ده الدكتوره، بس انا مثلا ما بشتغلش الشغلانه اللي انا بحبها، مش مبسوطه باللي انا بعمله، ما عنديش الشغف اللي انا بعمله، مش حاسه ان انا في ببذل مجهود وباخد مقابل مادي ان ريتيرن. فطبعا انا مش هقول لكم ان الناس ما بتنبهرش بالدكتوره المهندسه، بس هنا محتاجين بقى نكسر الستيريوتايب ده، محتاجين ان احنا الجيل اللي طالع ده، نفسي اغير الفكر ده. زي ما بقول لكم انا دكتوره وجايه بتكلم معاكم بقول لكم الكلام ده عشان انا مش عايزه حد يغلط اللي هو يسيب مثلا احلامه ولا يكون نفسه في حاجه، ولا تكون نفسها تبقى بزنس وومن، او انت نفسك تبقى بزنس مان، او نفسك تكون كمبيوتر ساينس وتشتغل اي تي وبروجرامنج وكودنج والكلام ده، وتسيب كل ده عشان انا هدخل هندسه او هدخل طب واللي مجموعي يجيبهولي. وفي الاخر برضو مثلا ناس تبقى تقولك ايه انا كان نفسي في طب بشري بس مجموعي ما جابليش طب بشري فهدخل طب اسنان، بس انا ما بحبش طب اسنان. لا يا جماعه هو مش اي طب وخلاص، مش عشان تبقوا دكتوره وخلاص. انتوا بتحبي الطب البشري ونفسك فيه خلاص، ربنا ما قررش ان انت تدخلي الطب البشري، شوفي حاجه تانية تكوني بتحبيها، بس مش هتدخلي طب بشري فادخل طب اسنان وانا ما بحبش اصلا طب الاسنان ولا متقبلاه ولا قبلاه. عارفه انكم مضغوطين جدا الفتره دي، وعارفه ان انتوا تعبانين، وعارفه ان انتوا بتبذلوا كل المجهود، وبرضو هنا لازم اقول لكم ان
الواحد فعلا لازم يعمل اللي عليه، لازم تبذلوا مجهود ولازم تذاكروا. برضو الفيديو ده مش عشان انتوا اخليكم يلا سيبوا المذاكره بقى واللي ربنا يجيبه في الاخر، لا، ذاكروا وابذلوا مجهود واعملوا اللي عليكم والنتيجه على ربنا. وانا دايما بقول الكلام ده، اسعوا، سعي علينا والنتيجه على ربنا، النتيجه دي مش بتاعتنا. ولكن ده برضو مش معناه ان الواحد يدمر نفسيته. اوعوا يا جماعه تدمروا نفسيتكم. على فكره انا بتكلم معاكم وانا ما كنتش ثانويه عامه، انا كنت اي جي اللي هو الثانويه البريطانيه، ولكن اختي كانت ثانويه عامه، وكنت شايفه قد ايه في الفتره دي كانت من اصعب فترات حياتها، وشايفه قد ايه ان هي جسمها اتدمر، الستريس بياكل فيها وبياكل في جسمها، وشايفه ان هي المينتاليتي بتاعتها اتدمرت، صحتها النفسيه، صحتكم النفسيه يا جماعه مهمه جدا. اوعوا 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 تستهونوا بالكلام ده. وصدقوني بعد لما هتعدي السنين وتلاقي نفسكم في ثانيه او ثالثه جامعه هتقولوا، او كمان بعد لما تتخرجوا، هو احنا ايه اللي احنا عملناه واحنا في ثانويه عامه ده؟ هو ليه الاوفر اللي احنا كنا فيه ده؟ هو ليه الضغطه الرهيبه اللي احنا كنا فيها دي؟ انا ليه عملت في نفسي كده؟ الموضوع ما كانش مستاهل. افتكروا يا جماعه دايما ان مفيش اي حاجه في الدنيا تستاهل ان انتوا تدمروا صحتكم النفسيه عشانها، مفيش حد هيشيلكم غير نفسكم. طب انا بنصحكم تعملوا ايه الفتره دي؟ اول حاجه dont stress over yourself خالص، عملنا اللي علينا. انا عارفه ان في ناس كتير قوي بيبقى الموضوع مش بمزاجها، بيبقى غصب عنها انها بتتوتر وانها بتتشد. طبعا انا عارفه ان في الاول وفي الاخر بتحسوا ان هو ده مستقبلكم، بس تعاملوا معاها زيها زي اي سنه ثانيه. هو انتوا بالسنين اللي فاتت سقطتوا يعني؟ ما انتوا عديتوا والدنيا عدت والدنيا هتعدي. هل مش هتلاقوا كليه تدخلوها؟ هتلاقوا كليه تدخلوها وكل حاجه، بس تعملوا اللي عليكم، تسيبوا الموضوع على ربنا وخلاص. انتوا بتسعوا السنه كلها ورجعتوا المنهج مره واثنين وثلاثه وبتروحوا الدروس وبتعملوا كل حاجه في ايديكم تقدروا تعملوها، هتعملوا ايه اكتر من كده؟ عملتوا اللي عليكم خلاص. اتا بوينت بنوصل لمرحله ان احنا بنسيب الباقي على ربنا ومش بنعمل حاجه ومش بنضغط نفسنا. لو بتعملوا كل ده عشان تدخلوا الكليه اللي انا متخرجه منها دي، لا يا جماعه اوعوا، والله العظيم الموضوع مش مستاهل خالص، الموضوع مش مستدعي بربع جنيه زيها زي اي كليه، بل بالعكس. انا ممكن يكون في ناس من صحابي بجد ما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك لهم ويزيدهم، هم اعلى مني بكتير واحسن مني والبوزيشنز بتاعتهم احسن مني مليون مره، الحمد لله انا راضيه باللي انا فيه، بس انا قصدي الموضوع مش مستاهل ان انتوا تدمروا نفسكم عشان. وفي الاخر عايزه اقول لكم رساله للاهل، اوعوا تضغطوا اولادكم عشان يدخلوا كليه. هحكي لكم اكزامبل معايا واحده، هي طب اسنان يعني زيي ودكتوره وكل حاجه، شايفها بتكلم انا وهي بتقولي ايه ده، هو انت يعني داخله الكليه كده؟ قلت لها اه. يعني اهلك ما اجبروكيش على الكليه؟ قلت لها لا، انا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر عندي اهل اللي هو اعملي اللي انت عايزاه، انت كبيره كفايه وعارفه انت بتعملي ايه، اعملي اللي انت عايزاه، بينصحوني وبيتكلموا معايا. وفي الاخر على فكره انا بعمل اللي هم عايزينه او اللي هم شايفينه صح، عشان هم مش بيجبروني على حاجه. انا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر بتمتع بان انا عندي اهل كده. فبتكلم معاها فبتقولي انت اهلك ما كانوش مجبرينك على الكليه؟ قلت لها لا خالص. قالت لي انا اهلي كانوا مجبريني ان انا لازم ابقى دكتوره، وما جبتش مجموع طب بشري قمت دخلت طب اسنان بالاجبار. هو انت اهلك دكاتره؟ قلت لي لا. باباكي دكتور؟ لا. عندك حد؟ لا. بس هي لازم بنتهم تبقى دكتوره. حسيت اللي هو بجد في اللحظه دي حسيت لا الحمد لله بجد. قعدت تقولي بجد يا بختك باهلي، ليه الاهل يبقوا موصلين ولادهم ان المفروض ان الاهل والبيت دول هم مصدر الراحه ومصدر الكومفورت زون بتاع ولادهم، شايفين ان اهلهم هم مصدر الضغط في حياتهم، هم اللي ضغطوهم في حياتهم، هم كانوا السبب ان هم ياخدوا قرارات كتير هم ما كانوش مثلا عايزينها. بصوا عليا وبصوا على البنت اللي انا بحكي لكم عليها، نظرتي لاهلي وقد ايه اي سي ذم سو هايلي. كده كده في الاول وفي الاخر كلنا بنحب اهلنا وهنفضل نحبهم ايا كان ايه اللي عملوه، بس قصدي انا بقول الحمد لله بقعد اشكرهم وممتنه جدا ليهم ان هم سابوني اعمل اللي انا عايزاه. على فكره حتى لو القرار اللي انا اخدته النهارده ده كان قرار غلط مثلا، او الكليه اللي انا اخترتها كانت كليه غلط، برده هفضل ممتنه هم هينصحوني. اصل خلي بالكم ما ينفعش ان هم الاهل برده ما ينصحوش، عشان لو ما نصحوش هنرجع بعد لما ناخد القرار ونقول هو ليه اهلنا، انت ليه ماما ما نصحتنيش، انت ليه بابا ما نصحتنيش، انت كان واجب عليك ان انت ابويا او انت امي ان انتوا تخلوني او افتح عيني وانا صغيره. انتوا على فكره الواحد وهو في المدرسه دي في ثانويه عامه داخل الجامعه عنده 17 و 18 سنة، يعني بجد اطفال بتكلم. انا دلوقتي واحدة هتم 27 سنة، يعني من 10 سنين كنت بختار قرار مصيري زي ده. فممكن ات بوينت يجي الاولاد ويقولوا لبابا وماما انتوا ليه ما نصحتونيش، انا كنت عيل صغير، انتوا ليه ما خدتونيش اخد قرار الصح، انتوا ليه ما اتكلمتوش معايا. عشان كده هنا بقول لكم لازم الاهل يتكلموا مع اولادهم ويقولوا لهم 1 2 3، والاولاد المفروض ان هم يريسيرش اون ذير اون وياخدوا قرارهم في نفس الوقت. حتى لو انا اخدت قرار غلط او مش اصح قرار، في الاول وفي الاخر ده على فكرة بيعلم الاولاد ان هم يتحملوا المسؤولية ويتيك full responsibility to their decisions. انا لحد دلوقتي خلاص اي تيك فول ريسبونسبيلتي، اللي هو الكليه ما فيهاش شغل، الكليه صعب شغلها، الكليه طريقها طويل جدا جدا جدا، يعني انا واحده 27 سنه اللي ادي ما شاء الله مسكوا بوزيشنز كبار في الكليات الثانيه. ففي الاول وفي الاخر ده كان قراري انا اللي هتحمل القرار ده، ما ينفعش ان انا دلوقتي اجي اقعد اعيط واصوت ومش عارف ايه والكليه وحشه واقعد اللي هو زي ما بيقولوا اندب على حظي واصيح. لا خلاص انا اتعلمت بجد ان انا
100% اتيك 100% اوف ذا ريسبونسبيلتي اللي عليا. انا اخدت قرار ان انا ادخل الكليه دي وانا اللي هتحمل القرار ايا كان توابع القرار. انا توابع القرار بتاعي مثلا ان مفيش انكم كويس ماديا, فاي هاف تو لوك فور اذر اوبشنز, وادور على اذر اوبشنز, لازم اتحمل المسؤوليه. فحتى لو شايفين ان ولادكم بياخدوا قرار غلط وانتوا نصحتوهم واتكلمتوا معاهم, ليف ذم, سيبوهم, خلوهم هم اللي يتحملوا المسؤوليه. اوعوا تجبروهم على حاجه, اوعوا تخلوهم ان هم متضايقين منكم او شايفين ان انتوا في يوم من الايام انتوا السبب ان انتوا خليتوهم ما يعملوش الحاجه اللي هم بيحبوها, ولا خليتوهم ان هم يختاروا المجال اللي هم نفسهم فيه لمجرد فكره المجتمع هيقول ايه, او دي كليه فاشله, او لازم بنتي تبقى دكتوره, او ابني يكون مهندس. لا يا جماعه, بجد لازم نغير الفكر العقيم ده. ارجوكم ما تدخلوش حاجه لو انتوا مش حابينها او انتوا مش عايزينها او مش شايفين نفسكم فيها. بس كده, ده كان كلامي ليكم طلاب ثانويه عامه. ربنا يوفقكم يا رب, وتخلصوا ان شاء الله على خير وتتخرجوا على خير. وبجد بجد بجد ثانويه عامه في رحله حياتكم كلها هتلاقوا ان هي نقطة صغيرة, حاجة بسيطة جدا, تكادوا اصلا تكون مش هتفتكروها later on في حياتكم, وتكادوا اصلا تكونوا هتنسوها, وهتنسوا كل حاجة فيها بحلوها بمرها بكل حاجة. ما تاخدوش الموضوع على قلبكم, وما تاخدوش ما تفتكروش ان الموضوع نهاية الدنيا خالص. الدنيا ابسط واسهل بكتير, وفيها مشاكل تانية كتير قوي 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 جاية, فبجد هتبقى بالنسبة لكم ولا حاجة. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم, وان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. لو في اي فيديو عايزين اعملها اكتبولي تحت, وانا ان شاء الله هعملها. باي باي.